طيب هنجيب التونه بقى هنحطها كده، وهنعمل سلطه تونه. ماشي، هنحط عليها المايونيز اهو عشان هنعمل بيها برضو ايه الكيك بتاعنا اهو. هنحط عليها معلقه صغيره كده من الكاتشب، وحاجه بسيطه من المستردة. خلاص، وهنحط نقطه ليمون، وهنحط حبه ذره كده. ماشي، ونقلب. هنحط الخس دلوقتي وهنلخبطهم على بعض عشان نعمل برضو بيهم زي كيك صغيره كده. ماشي، ثواني هعمل الساندوتش ده ونطلع فاصل. اهو خلاص. طيب على فكره التونه والسلمون بيليقوا جدا على بعض. هنعمل كده من التونه، ولو في جبنه سلايس بتبقى حلوه قوي معاهم، لو مفيش خلاص. ماشي، ماشي، وهنلزقها بس بالجبنه دي عشان لازم تتلزق، عشان مفيش حاجه تروح من، هنلزقها كده. هنحط السلمون، ونلزقها تاني. نحط شرايح خيار، عايزين نستفيد كده بالايه، بالحاجات اللي احنا بنحطها. لو في جرجير حطوا جرجير، انا بس ما لقيتش جرجير النهارده صراحه. ماشي، وهنعملها كده بالطريقه دي. نضغط قوي، ها، بس. واقوم حاطه التونه هنا كده.